مرحبا، يعطيكم العافية. أعرفكم عن حالي، أنا نور عبيد، بدرس نظم معلومات محاسبية في جامعة آل البيت بالمفرع. في هذا الفيديو رح أعرفكم عن حالي أكثر. أول إشي رح أحكي فيه وين رح أكون بعد 5 سنين وإيش هو حلمي. أول حلم إلي إني أسافر 12 بلد، أتعرف فيهم على ثقافات الناس، أعرف مدى تقدم هاي الدولة ومدى جهلها، وأكيد رح أستفيد من هذا الإشي. كمان حاب أقرأ 183 كتاب، أتعرف فيهم على مجموعة من مجالات الحياة، أستفيد أكثر منهم، بحيث إنه أقرأ 35 كتاب كل سنة، وهذا الإشي رح يساعدني ضمن Goodreads، موقع Goodreads اللي هو رح يكون فيه البوكيت تشالنج. كمان حابة إني أعطي 15 دورة تدريبية في مجال التنمية البشرية، وعشان أقدر إني أعطي 15 دورة لازم أكون ماخذة 40 تدريب في هذا المجال. كمان حابة أتعرف على 400 شخص جديد، أتعرف أكتسب خبراتهم وإيش عملوا في حياتهم، وبنفس الوقت أنا أفيدهم. كمان حابة إني أقابل أحمد غزاوني، أقابل ملكة رانيا، زياد منصير، أقابل طلال أبو غزالة، أستفيد منهم أكثر. بالتالي لما أنا أقابلهم وأتعرف عليهم أكيد رح أكتسب منهم خبرات. ثاني إشي رح أحكي فيه هو مين هو بطلي وليش اخترت إنه يكون بطلي. بطلي أحمد غزاوني. ليش اخترت هذا الاشي؟ لانه دائما بشوف انه هو بيقارن بين كيف كان قبل ما يوصل لهدفه ويوصل لحلمه وكيف صار بعد هيك، بيذكر هذا الاشي بكل اعتزاز وفخر بدون اي احراج من هذا الموضوع. فبالتالي بشوف انه اي حدا بيقدر يوصل لهدفه، بس لازم يكون في عنده 3 اشياء، لازم يكون في عنده اراده، لازم يكون في عنده عمل، ولازم يكون في امل بالمستقبل. الاشي الثالث اللي رح احكي فيه ليش الناس بتتبع القارن. برأيي إنه القادة بيكونوا حاطين استراتيجية معينة بيتبعوها لحتى يوصلوا لهدفهم. لما يكون في ناس معينين داخل مشاكل معينة بيشوفوا إنه هاي الاستراتيجيات نجحت، فبالتالي بيتبعوا هاي الاستراتيجيات لحتى يوصلوا لهدفهم هم كمان. الإشي اللي بعده اللي رح أحكيكم إياه ليش أنا بصحى الصبح وإيش أول إشي بتذكر. بصحى الصبح لأنه بيكون في عندي شغلتين لازم أعملهم في هذا اليوم. أول إشي أحقق إشي من هذا الإنجازات اللي هلأ حكيت لكم إياها. وكمان عندي في البيت بوكسين، بوكس اسمه I will do وبوكس اسمه I did. I will do كل يوم بسحب منه مهمة، بشوف إيش أنا رح أعمل في هذا المجتمع. مثلا إني أضحك أي حدا ما بعرفه، أو إني أرسم البسمة على وجه ختيار وأقطع الشارع، أو إني أتصور سيلفي مع أي حدا ما بعرفه. لما أخلص من هاي المهمة بحطها في بوكس I did. هلأ رح أحكيكم ليش أنا حابة إني أكون قائدة، لأنه في بالي أفكار لو اتطبقت رح تعمل كتير أشياء إيجابية في المجتمع. كمان في يوم من الأيام كنت في مؤسسة نهر الأردن قائدة، كنت مسؤولة عن المتطوعين، فبالتالي كل يوم كنت أعطيهم حماس أكثر، وبنفس الوقت كنت أنا حاسة بهذا الحماس جواتي. شو رح أقدم بهذا البرنامج؟ بهذا البرنامج كتير حابة إني أستفيد من خبرات الناس اللي حولي وأفيدهم كمان من خبرتي، وبنفس الوقت أفيدهم من أخطائي حتى يتفادوها في أيامهم اللي جاية. لو رجع في الزمن لورا، ايش الاشي الوحيد الممكن اني اغيره في حالي؟ اعادة تنظيمي للوقت. كتير بحط جداول اني امشي عليها في دراستي او في حياتي الروتينية، بس بتكون يا اما زايدة وقت او بتكون ناقصة وقت. في اخر الفيديو بدي احكي شغلة، انه كل حدا بيقدر انه يوصل لهدفه، وانا واحدة من هدول الناس. شكرا لكم، يعطيكم العافية.